بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسماعيل البرهومي، رئيس المجلس الجماعي الحربي لطمنزور. أولا كنشكركم على المجيء ديالكم للجماعة ديال الحربي لمدينة طمنزور لمتابعة يعني العمليات ديال التعقيم والمواكبة ديال الجماعة الترابية الحربية لطمنزور لهاد محاربة كوفيد 19. في البداية صراحة أكد لكم بأن نحن انخرطنا في العملية منذ 16 مارس 2020 بمعية السلطات المحلية ديال الحربية الأولى ديال طمنزور، كذلك الدرك الملكي والقوات المساعدة ويعني جميع المتدخلين. العملية كيف قلت بدأت يوم 16 مارس، وفي هذا الإطار خصصت الجماعة واحد الميزانية محترمة لهاد يعني مباشرة العملية ديال التعقيم بهذا الخصوص. هي في حدود تقريبا 3,490,000 درهم موزعة كالتالي، فيها مواد ديال التعقيم والتجهيزات هي في حدود 1,200,000 درهم، كذلك المواد الغذائية في حدود 1,540,000 درهم. إذا كيف قلت العملية ديال التعقيم الحمد لله شملت جميع الأشطر ديال مدينة طمنزور، شملت كذلك الدواوير ديال الجماعة، وهذا بمعية السلطات المحلية وكذلك فعاليات المجتمع المدني. لابد أن أشد على أيديهم بحرارة صراحة، لأنه انخرط واحد الانخراط قوي جدا. إذا صراحة الأصداء اللي كتوصلنا من الساكنة هي صراحة تتمم المجهودات اللي كتقوم بها الجماعة والسلطات المحلية بجميع تلاوينها داخل الجماعة ديال الحربي لمدينة طمنزور. العملية ديال التعقيم غادية الحمد لله كما ينبغي، وغادي نستمر فيها إن شاء الله إلى حدود يعني رفع هذا الحجر الصحي. شكرا لكم.